الكونسوماسيون جد لي الكونسوماسيون. الناس اللي متابعين راه عارفين شنو هي. اللي جداد يخبط لايك ويخلي كومونتير لتحت ما عنده شي سؤال. اوكي فخباركم هذه المره الثانيه كنعاود الفيديو علاش لسبب بسيط وبليد. بديت كنصور الفيديو وما تستاش الميكرو وجبتها في راسي عرفتي علاش حيت عجزت والعجز ما مزيانش دونك المعكازه حيدو منكم العجز. احنا دابا نضيعوا ساعه اخرى غير في التصوير وعاود المونتاج والروينه الكحله وفكر في العنوان وفكر في الموكلي والروينه الكحله. وانتم دابا كنا نورمالمون خصنا نديروها لحد مي الفيديو غطيح دابا الاثنين وغتستقم محطوطه حتى الثلاث. اش غادي دير؟ سولتوني كاملين على كيفاش الحل هاد تكون عندي كارت ديال باي بال ديال سكريل. هذا هو البلان ديال باي بال. باش غنصور واحد المينياتور ندير المينياتور هكا صافي. ديال المينياتور الدراري شي لي كيفاش ندير حاد لي كاخر. اليوم في هاد لا فيديو غادي نهضروا على باي بال بريسيزمون سكرين. نخليوها الفيديو الجاي ان شاء الله الا كان كاين اقبال بيان شور على هاد لو تيب دو فيديو باش ما نضيعوش فيه الوقت وما نضيع لكم وقتكم. بالنسبه للناس اللي كيدخلوا الفيديو تيهربوا عاودني منكم راني كنشوفكم. خليكم اصاحبي حتى لخاد الفيديو طلعنا الواتش تايم اصاحبي واستافدوا راه تخرج بافاده. عطيني 5 دقائق وسير فحالك وبيان سور تمشي تخلي لايك. نشرح لكم كيفاش ايطاب باغ ايطاب تكون عندكم بيزنس كارد ديال باي بال اولا ديال سكريل. خصكم تعرفوا بان كاين دي كونديسيون باش تكون عندكم هاد لا كارت هادي. لا بروميير كونديسيون هي بالنسبه لباي بال كيخص يكون عندك بيزنس اكاونت. بيرسونال اكاونت ما يمكنش. هادو هما هادشي اللي دايرين هما في السيت ديالهم ما عرفت علاش. اوكي الحاجه الثانيه كنت باغي ندير لكم لو تروك انتم والله الايديتينغ ديالو هو بادي هنايا وما ضيعت الفيديو مشات الفيديو. كنت باغي نصور لكم لي زيتاب ايطاب باغيتو كيفاش ديروا تطلبوها. هي سهله بزاف غير واحد انا ديجا طلبتها ما عطانيش الحق نعاود ندخل داك اليوم ونطلب داكشي كامل من الاول. دونك غنوريكم غير سيت نيشان كيفاش ديروا تطلبوها. البوطون فيها دبركو عليها وابخي سي فاسيت. دونك كتدخل هاد الصفحه هادي اللي عجز بحالي غادي يخليكم ليا تحت دخل غير كليك عليها. ولا خاصكم كونيكتي في باي بال اولا ما كنتش عندك كونت باي بال وبيزنس خاصك تكريه. دونك كنعاود ناكد خاص يكون عندك بيزنس اكاونت. اوكي دونك تتكونيكتا والاخر يقول لك جيت يور كارد دير جيت ماي كارد. غادي يقول لك شو السميه اللي باغي تكون فيها غادي السميه والكنيه ديالك اكسيتيرا. غادير الكود بين داك الكود اللي بحال اللي كتستعملو في الكارت بونكيغ عادي في الكيشي اوتوماتيك. غادخلو تما غادي تساين واحد السيمانه وغادي تجيك. الوغ كاينه حاجه اخرى بالنسبه للناس غادي يسولوني ويا امير واش هاد لاكارت ممكن توصلني للمغرب. ما عرفتش اخويا انا عايش في فرنسا انا هنا وصلتني. دونك سي بوغ سا بغيت نسول الدراري اللي في المغرب اولا اللي في شي قاره من غير اوروبا واش عمركم تستيتو هاد البلان واش وصلتكم. إذا ما تستاش يتستي دابا ويقولنا واش غتوصلو ولا لا واش لقى هاد لوبسيون هادي. لان شحال من حاجة في المغرب صراحة ما كتلقاهاش بحال سكريل. داك البلان اللي كنت وريتكم باش تشريو لي كريبتو موني من سكريل في المغرب ما لقاوهاش الناس. جيسبيغ تكون هاد البلان في باي بال لان الصراحة تيعاون بزاف. الدراري اللي عندهم خليو لي في الكومونتيغ واش لقيتوها ولا ما لقيتوهاش واش كاينه ولا ما كايناش باي بال. دابا المزايا ديال هادشي. المزايا الاولى هي غتكون عندك كارت بونكيغ ممكن كليك تخلص بها. الوغ لي زوين سيكو ما كتخلص عليها حتى شي حاجة في العام ولا في الشهر فري ما كتخسر عليها والو. ممكن تسميتو هذا تعمرها من نيمبورت كيل كونت بونكيغ يا با دو سوسي. حاجه اخرى ما كاينش لي كوميسيون ولي فري ترانسفير ولا اي حتى شي حاجه. ممكن تكون مثلا في اي بلاد ممكن تخلص بها اي دوفيز ما كاينش المشكل وما كاينش لي فري. حيت شحال من مره مثلا كتجي تخلص اون كارت بونكيغ عاديه كيقطعوا لك ديال برا تيقطعوا لك بها لي فري ديال الشونج ولا فري ديال الكوميسيون. هذه ما تيقطعوا لك فيها حتى شي حاجه كلشي فري وزوينه. مو عندك الداشبورد ديالها زوين كتبقى تبع ولا داكشي اللي شريتي داكشي اللي خسرتي تيقول لك ها فين درتيها ايتترا. فريمون زوينه بزاف وكتنفع. وكيف ديما كاين سبونسور في هاد لا فيديو اللي هو راكم عارفينو لا ما عرفتوش. دونك اللي باغي يمشي يقرا برا وسورتو لي زيتود اون شين فريمون دابا راه هي لا طوندونس كلشي باغي يمشي لها. علاش؟ لانها رخيصه كيتا ديال القرايه طالعه وفيها لي بورس. تا كانوا عندك نقط زوينين ممكن تاخد دي بورس اللي كيوصلوا حتى 100% ممكن تخلص. المهم هادشي كما قلت لكم على حسب لي بورس. غادي نخلي لكم لاجونس منحه ايجنسي هي لو سبونسور ديالنا في هاد لا فيديو. كونتاكتيهم سواء سور واتساب سواء سور انستغرام وكاينين في مكناس. دونك مرحبا بكم عندهم. سولوهم الا كان عندكم شي تساؤل هادشي اللي كاين. وحاجه اخرى بالنسبه للناس ديال الاي كوميرس اولا ديال التخيليك المهم تيخدموا في الويب ولا كيستعملوا باي بال بزاف وتيخرجوا الارباح ديالهم اولا كيتخلصوا عن طريق باي بال ممكن مثلا
الفلوس ديالكم تبقى تخلصوا بهم ديريكتومون، مثلا داكشي اللي غادي تقدا، داكشي اللي غادي تشري، لي سيرفيس باغي تخلصوا ايتترا ديريكتومون، بلا ما تبقى مثلا، حيت اغلبيه مثلا مني وجبت مثلا غنخرج شي بروفيت ديالي من سكريل لهكا لبرا، تيخصني ضروري مثلا سواء نبيع السولد سواء لا ديتو الكونت بونكير، تيقطعوا لي واحد الفخي بزاف خيالي يعني. دونك اللهم كنمشي كنشط لا كارت وتمشي نخلص بيها داكشي اللي كنخلص بيها كوم دابيتود يعني، غنمشي ندير لي كورس، غنمشي نشري سبرديله، غنخلص الماء والضو، غنخلص الكرا، تمشي نخلص هذيك لا كارت تو سامبلومون. هادي زوينه بزاف يعني، ما كتضيعش في داك الشونج، وعاد قلب شكون اللي غيشري من عندك، المشكل ديال الثقه، شكون اللي غيصيفط الاول لاخر، هاد البلانات كاملين ما كاينينش يعني، كتمشي فوالا كتستعمل لا كارت ديالك كيف ما هي. وحاجه اخرى الدراري، بالنسبه واش كتعرفوا كلوب هاوس؟ كلوب هاوس واحد الريزو سوسيال جديد اللي داير بالباله هاد الايام، وبغيت نسولكم واش مقيدين فيه ولا لا. الا كنتم مقيدين فيه دخلوا تابعوني في ليكم لو تريك ثاني، يلاه تبديت فيه اللي زوين اللي ما كيعرفوش، كتدخل لهاد هاد الريزو سوسيال وكتلقى دي جروب دي روم. الله يهديك. الحاج نسيتي في كل فيديو كدير لنا هذا المشكل. الزوجه ديالي مسكينه دابا راه ناشطه. الوغ قلت لكم كلوب هاوس كي كتدخل مثلا الروم كتهضر على بزاف ديال الحوايج المسائل، ممكن تطلع انت تهضر تعطي لوبينيون ديالك. المهم غير مجرد صدفه جات وقلت نقولها لكم. غير هو تيخصكم ايفون، الا ما كانش عندكم ايفون ما كتكونش مقبول، ما يمكنلكش تدخل في الابليكاسيون في سامسونج، ما خدامش الاندرويد ما خدامش، دونك ضروري من الايفون. تكسر الناس خصنا شارين ايفون على ود كلوب هاوس هادي، مي يستاهل. غنوريكم واحد البلان جديد راكم بلا شك شفتوا الديكور اللي عدت، سيتوب جديد، ماشي سيتوب ما غير زدت ديكورات. غنوريكم هاد الاتاويش اللي خديت. هاكم بون، هذاك سميتو بون، بلا نشوف الكتابه اللي تما، خديت طابلو كندير فيه داك تودايز تو دو ليست، دونك كل نهار كنعمر داكشي اللي خاصني ندير. خديت هاد لي تروا زيتاجير، هادو ممكن تلقاهم في امازون ولا في علي اكسبريس. المهم انا خديتهم هادو الثلاثه هادو، واقيلا طاحوا لي بشي 13 اورو يعني، على 4000 ريال. هاد الاناناس لقيت شاغل واقيلا داير شي 4 اورو، هاد الشميات ما ساويين والو، في الباكيه تيكونوا شي 5 شي اورو ولا شي حاجه. هاد القطه هذا ولا هاد الكلب ما عرفت شنو، هذا واقيلا بشي 10 اورو طاح ولا 15 اورو. هاد البوده هذا بشي 5 اورو واقيلا، هذا التسابيح ديالنا. صافي، وهادي الطابيه هادي اللي خديت كتشعل بالضو، فريمون ستيل يا ناضيه، دونك لاد فيها لي لاد هنايا شفتو. وهنايا خلاص خليت فريمون نقيت هادشي مزيان، وخديت له بريمونت هنايا، تما كنحط الكاميرا والاتاويش ديالها. كي جاكم هادشي الوليدات؟ دونك خليو لنا الاراء ديالكم على هادشي، عندكم شي لعيبات تنصحونا بهم؟ ديما كنشوف كنشوف التلفازه ما كنشوفش الاوبجيكتيف. ما تنساش تابونا، لايك الا عجبتك لا فيديو، تبعني في انستغرام